انا شايل لكم حاجه، شايل لكم لعبه. هنختار تشكيله المونديال. هنختارها بطريقه مختلفه شويه، بدل ما كل واحد عرفت انت تقول ايه. طالما انت شايل له حاجه حلوه يبقى الله يختار حاجه بقى مش هينفع يختارها. الله اكبر بس واضحه. وعشان ما نسيبش الفضل لنفسي، كان معايا جو امبارح وهو اللي اقترح عليا القصه دي. ما نسيبش الفضل لنفسي. فانت اللي هتبدا بحارس المرمى. اوكي. حارس المرمى اللي انت هتقوله محمود ومحمود مش هيقولوه. اوكي. عشان ناخد اكبر مجموعه ممكنه من اللاعبين. ماشي. انحياز عربي طبعا. طبعا. اللي انت عايزه. انحياز عربي بحت. ياسين طبعا. ياسين بونو. طبعا. انا اعتقد انت نزلت، انت كده سهلتها لمحمود المحظوظ. عشان ابصيلهم حاجه، ابصيلك حاجه. ايميليانو مارتينيز. ايميليانو مارتينيز. رايت باك. انت لازم تاخد اللي بعده عشان حكيمي. حكيمي. حارس مرمى. جيمس بيكفورد. بيكفورد عمل كوره. بجد بروكن. عمل كوره حلوه جدا جدا. انا مش فاكر الحقيقه كانت في مباراه ايه. عملها بكف ايده كده وعمل بعديها ريباوند تاني. كانت لقطه انا اول مره اشوف حارس انجليزي بالجوده دي، حتى ديفيد سيمن بالمناسبه يعني برضه جاي تاني بيكفورد دي جدا. حتى ديفيد سيمن بالمناسبه. خلي بالك من الحراس النادرين جدا في البطوله. الحراس اللي تقدمهم هم ياسين بونو وإيميليانو مارتينيز. بقيت البطوله الحراس زي بعض. مندي عنده اخطاء. ليفاكوفيتش بالمناسبه حارس كرواتيا كان متوفق جدا جدا في المباراه اللي لعبها، مباراه نص نهائي، مباراه ربع النهائي برازيل. ربع النهائي برازيل كان متوفق جدا جدا فيها. خرج اكتر مره خروج خاطئ، ولحسن حظه كان دايما تصرف بيبقى خاطئ من المهاجم، فظهر انه حارس كويس. في لقطه جت بالمناسبه للوكا مودريتش في الفندق بعد ماتش البرازيل، بيقول له يا ابني انت كويس، لقطه اتحط على السوشيال ميديا، انت كويس، انت خفت غلط؟ كل الناس بتغلط، ده انت كنت احسن واحد امبارح، ما تخافش من الماتشات. هو غالبا اللي هو يا جماعه انا عملت احسن حاجه عندي، مش عايز العب تاني. فده اللي موجود يعني. هايل. انت قلت الرايت باك، هجي لك انت في اختيار تاني. رايت باك حكيمي. لازم اختار حد غيره؟ طبعا. دي اللعبه. انت خدت حكيمي. دي اللعبه. خدت حكيمي مش بص، هو ابنك البار. ابنك البار الطائر. لا ما هو انت مسميه اسم، خليني مش عارف اختار. لازم تختار مخرج. عشان خاطر ابروكو هنختار دومفريس. نحاسب اولادنا في انتر. انا كان رايي برضه دومفريس دي حاجه كويسه. عشان الجون اللي جابه في امريكا بس. يا كريم رايت باك غير دانزل دومفريس وغير اشرف حكيمي صعبه قوي دي. كرواتيا. يوروفيتش. يورانوفيتش. 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 طبعا يورانوفيتش كان اكتر ممتاز. الحقيقه حاولت ان انا اتابعه، بس مشكلتي لما بتفرج على جناح طرف بشوفه بيلعب في 3 5 2 ولا لا. دي مشكله كبيره قوي. مشكله اشرف حكيمي بس. اشرف حكيمي من احسن الناس في المكان ده في العالم. هو دانزل دومفريس خليفه اشرف حكيمي. بس مشكله بدون مخ يعني. رايت باك مين؟ يورانوفيتش. حلو. استاذ محمود تختار سنتر باك. مش كل واحد بقى يفتكر تشكيلته عشان انت اللي هتصعبها كده يا حوته. جافارديول جامد. جابر خد اجمد واحد. قائد المنظومه اللي استقبلت خمس اهداف، هدف منهم هدف عكسي. اقوى دفاع طبعا رومان سايس. حلو. في الحالات اللي زي دي هو واحد بس. ماليش غيره. انا بحب اختياراتك. بيبي. فكر. 39 سنه. بيقدم بكل قوه. بيسجل في كاس العالم. زي ما هو، زي حطت ايدك ما تغيرش، بيلعب بقوه على كل كوره، تدخلات بدنيه، قياده في خط الظهر. حماده طلبه البرتغال. حلو والله. انا عاجبني تشكيله الغلابه اللي انت بتعملها. الله. بيكفورد وبيبي وبتاع. ما انت عمال تسال يمين بس. طيب سنتر باك تاني. سنتر باك تاني اهو. هات تياجو سيلفا. شفت اهو خلاص، ما هم خدوا كل ال سنتر باك تاني. كريستيانو روميرو. روميرو الارجنتين طبعا. سنتر باك تاني. هو ما لعبش كتير وده كان غريب بالنسبه لي، لكن المنظومه يعني هو كان وقده يعني. انا شايف ان اوتاماندي عمل بطوله كبيره جدا. ما لعبش لساندرو انا اقصد، لكن هو اعتمد على اوتاماندي وانا شايف انه ادى كويس قوي. حلو. رغم سنه الكبير. صح. ليفت باك يا محمود. ثيو. ثيو هرنانديز. ليفت باك. ده فرايل باك الشمال الوحيد غالبا في البطوله. طب خلاص ما تبصعلهاش. ده مش باك الشمال الوحيد في البطوله. انا عارف ان هي صعبه فعلا. ديفيز. كندا. بس ديفيز كندا ما كانش بيلعب ليفت باك، كان بيلعب في كل حته.
يعني هو مركزه الاساسي خلاص بغض النظر ان هو بيعمل جورج وايا مع كندا. ودي كيف تشكيلتك هتحطه ليفت باك؟ انا هلعب وانا مش دي تشكيلتي بالظبط. وهو بيلعب دي ولا لا بيلعب هلعبه مهاجم يعني ممكن اقول لك بريسيتش بس خسايب بريسيتش برده عشان ما نبوظش شغل الزملاء مش هخش على شغل بعض. ما انا لما هو لعب ليفت باك بريسيتش بالمناسبه في مباراه الثالث الرابع بدا ليفت باك عجيب بريسيتش ده عظيم هيخلص كاس العالم دي وهتلاقيه بيلعب كره شاطئيه زي كاس عام 2018 بس عام 2018 هيلعب طايره بقى خسر نهائي العالم وراح لعب مع منتخب كرواتيا في نهائي الطايره الشاطئيه صحيح في نهائي العالم الطايره الشاطئيه خلص يعني مش عارف الحقيقه دي بتيجي ازاي يا كريم بطل بيلعب نهائي العالم امام فرنسا روسيا 2018 خسر المباراه بعد اسبوع اللعيبه كلها على البحر وهو راح لبس مايو وبيلعب نهائي العالم مع منتخب كرواتيا في الكره الشاطئيه فولي بول حسام باول مش انت جبت احمد طروق وحسام باول ليفت باك بص تاسر. ممكن اثنين يعني ممكن اخد لوك شو ماشي ممكن في لعيب يعني فاجئني لانه بطبيعه الحال مزراوي لعيب بايرن ميونخ وبيلعب في واحد من اكبر الانديه لكن لما نزل وخد الفرصه يحيى طلعت عمل ماتشين كويسين قوي 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 حلو منهم طبعا ماتش البرتغال عمل فيه الاسيست الهدف نصيري العظيم. طيب مين في نص الملعب؟ تبدا بيا تاني. طيب نبدا برضو برجل نبدا برجالتنا برضو نحط مرابط وبعد كده يجي اي حد جنبه بقى. مرابط طبعا بطولته حلو. بطوله عظيمه لسفيان مرابط طبعا بطوله عظيمه. مين تاني جنبه؟ مارسيلو بروزوفيتش طبعا دايما بالنسبه لي خيار اول في كل العقد اللي بتتحل في مباريات. بالمناسبه بروزوفيتش اكبر ظهور لي ما كانش في البطوله دي. بروزوفيتش في 18 كان افضل من كده. السنه دي بيلعب وهو راجع من اصابه ما لحقش يعمل ريكفري. خلي بالك بروزوفيتش حكايته زي حكايه لوكاكو زي حكايه دي ماريا. اكبر معدل جري يا بروكب حتى رغم انه رجوع من الاصابه صح بالظبط. بس هم الثلاثه راجعين على عاية مش راجعين سلام. ودي ماريا ما كانش عنده هاجس في حياته الا كاس العالم لدرجه انه لما اطرد في ماتش مونزا في ايطاليا كانوا بيقولوا ان دي ماريا قاصد يطرد بضرب كارت احمر مباشر مش عايز يلعب اي مباراه اخرى الا ما يخلص كاس العالم عظيم وانه بيستعد لكاس العالم. ونفس القصه لمارسيلو برازيتش. فبالنسبه لي واحد من اهم اللعيبه. مين في نص الملعب؟ تشواميني. مين في نص الملعب تاني؟ كوفازيتش. مين في نص الملعب تاني؟ مودريتش. جريزمان. حلو. انا عجبني. ينفع اسحب كوفا؟ ماشي. رودريجو دي باول. معلش. صح. يعني معلش برضه كنت بادئ بيه فافتكرتك هتختار يعني انا برضه حاولت ان انا ابقى لطيف فلقيت الشباب يعني بس عجبني قوي ان انت اخترت كوفازيتش اصلا. لا كوفا بص ده رائع. بص كوفا ده عامل زي الملح. يعني كوفا في كوفا لعيب من اول ما ظهر. ماتيو كوفازيتش لما لعب مع انتر وعنده 17 سنه كان جايب تقويم مش عارفين الانتر ساعتها كان حضانه لانه كان عنده كوفازيتش وكوتينيو والاثنين في ثانويه عامه. فانت بتتفرج على ماتيو كوفازيتش من هو لعيب بيلعب كل مراكز نص الملعب السنتر ميدفيلدر متكامل بيلعب دستروير بيلعب لعيب بوكس تو بوكس بيلعب لعيب مودريتور بيلعب لعيب حتى مركز دستروير لما اتلغى وتعريف نص الملعب المتكامل بسبب لوكا مودريتش. ماتيو كوفازيتش بيقدم لك خليط ما بين بروزو وما بين لوكا مودريتش. هو ما عندوش درجه الجوده بتاعه مودريتش وما عندوش الرؤيه بتاع بروزوفيتش لكن عنده نفس معدلات الجري بتاعه الاثنين وعنده نفس القوه والكمال انه يقدر يوصل ليها. لكن رودريجو دي باول الحقيقه هو الاختيار الاول. هنخش بقى على الاربعه اللي قدام. خلصنا كده 4-2 هنلعب 4-2 ايه 3-1 خدنا كام في النص؟ 3 فانت عندك واحد في النص يعني عندنا 3 قدام. عايز 3 في النص. احنا حطينا كده 3 في النص هنلعب ب 3 قدام بقى صح؟ 2 في النص. خدنا 2 في النص ماشي يعني هناخد 4-2-3-1 اللي انت عايزه. طيب عايز نختار وينج يمين ولا وينج ليفت ولا الثالث الاول اللي انت جاي في نص الملعب؟ هتلعبه 10 وهتلعبه يمين وشمال ولا هتلعب اثنين مهاجمين؟ انا كنت اخترت مودريتش في نص الملعب. مودريتش ومين؟ لا خلاص مودريتش ومرابط على كده ومرابط. معانا مرابط. حلو كده. انت فاضل لك 4 قدام. فاضل لي 4 قدام صح كده؟ ماشي. هتلعب مين 10 مثلا؟ دي 4-2-4 دي يا كابتن اسر. دي خطه شفت دي استاذ حلواني عايزها. عنده 4-2-3-1 دي بتاعت الفيلم دي. عنده 4-4-2 اللي هو عايزه. ماشي. هناخد بقى اللي هيقود الكره العالميه ال 10 سنين الجايين. هناخد مبابي شمال طبعا. مبابي شمال. محمود. هناخد عز الدين اوناحي ثالث في نص الملعب. ثالث في نص الملعب. لا انا 3-5-2 فانا هما اثنين مهاجمين. حلو. يعني ما اقدرش استثني طبعا كيليان امبابي لكن هو خلاص اختاره فهلتزم بشروط اللعبه. ايوه. مش هقول لو تارو مارتينيز ما كانش المهاجم الافضل. هو ما كانش من افضل 65 مهاجم في البطوله. لا 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 مش 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 لدرجه دي. هو معاه بالمناسبه ما كانش المهاجم الافضل لكن خلي بالك. لا ما كانش المهاجم الافضل في اللي كانوا بيقعدوا دك اصلا. بطوله سيئه جدا. لا بجد بطوله سيئه جدا. مش شايفه بهذا السوء. انتوا طبعا المهاجم هو الاهداف. ايوه.
وحتى مشاركاته قليله ولما كان بيشارك ما كانش مؤثر. ده هي لقطه ميسي الخالده سببها لوتارو مارتينيز. يعني تمام. لا يعني يعني انت عايز تختار. عايز اختار حقك يعني. مش هنفرض عليك. بكمل بقى تشكيله الغلابه عشان انا هاخدهم واطلع اقعد بيهم حتى لو عرضت كوبري بقى. صح. طب اختار لاعب كمان. اختار لاعب كمان. اختار لاعب كمان. ايفان بيرسيتش احط مهاجم. عجبني ايفان بيرسيتش. شكلت تشكيله الغلابه فعلا. ايفان بيرسيتش متكامل في كل حاجه. مصير الغلابه. مصير الغلابه. محمود اختار مين كمان؟ انت جامد. هم سابوهولك يعني. انا مستني حد ياخده. ما حدش عايز ياخده. ماشي. ليونيل ميسي. خدت مبابي عشان اسيب لك النجم اللي بره. بص طلع بره المنافسه اللي هو يعيشوا انتوا بقى في ميسي على المبابي. عشان ينزل يكسب. عشان ينزل يخلص. اختار كمان لعيب. جوليان الفاريز. حلو. عارف يعني طبعا فرحت ان انزو فرنانديز العين بقت عليه وانه ظهر في البطوله دي وخد افضل لاعب صاعد. بس كنت اتمنى ياخدها جوليان الفاريز. كمان رساله لكل لعيبتنا كريم شخصيه. خد 20 دقيقه في نص ساعه. اول ما اداله اساسي 4 اهداف في وقت قصير جدا. يعني تعريف كلمه الامباكت بلاير. يعني اول ما نزل بقى مفعوله في الملعب باين قوي. قد واهدافه كانت حاسمه جدا وقد ارجنتين انها توصل طبعا للنهائي وتحصل على البطوله. محمود تختار مين تاني؟ اخر مهاجم بالنسبه لي اوليفيه جيرو. الله. غلابه. يعني دي بقى مش علمان للغلابه. لا بس ده اوليفيه جيرو 37 سنه وبيعمل ايه؟ بيتشقلب. صح. اوليفيه جيرو بيفوز مع الميلان بالدوري. اوليفيه جيرو بيفوز بيخلي الانتر يخسر دوري سهل جدا لانه فاز عليه بديربي. اوليفيه جيرو كان متصدر المشهد مع منتخب فرنسا. هداف تاريخ فرنسا دلوقتي. والهداف التاريخي لفرنسا واللعيب الاشول اللي بيلعب بدماغه والقوي جدا بدنيا التركيبه اللي انت بتبني عليها. صح. باستثناء ال 40 دقيقه السيئه جدا لفرنسا امام ارجنتينا في النهائي وطريقه التغيير وسرعه التغيير لانه خلاص كان مدرب فقط كل شيء. وكان اتقال كمان ان جيرو ما كانش جاهز 100% كان عنده اصابه عضليه قبل المباراه فممكن ما يكونش جاهز 100%. لو كان فضل في الملعب يا كريم كان سجل. لو كان سابه في الملعب كان سجل. كان جاب الهدف الخامس. هو كان جايب 4. انا يعني متاكد لو كان موجود كان سجل. ده اخر حاجه يستحق يكون موجود في التشكيله. مين تاني؟ اتفق. انا خلاص كملت المهاجمين بتوعي. انت كده 11. لوتارو مارتينيز ايفان بيرسيتش و خلاص التشكيل وجيرو. محمود فاضل لك كام واحد؟ فاضل 2. 2 قولهم. انا كده ممكن ادي اطلع جريزمان قدام. ايوه. واخد ماكريستر بقى تحت. يلعب ماكريستر وتشواميني وناحي. وكده قدام ميسي وجريزمان مين بقى ممكن يكون مهاجم اخير؟ ارشح لك بوفال. يعني لا مش عاجبني. يعني هو كويس قوي كاداء يعني وكور كريت هو وحكيمي ومش عارف بس مش عارف يعني مش حاسه يكمل ميسي وجريزمان. مش كده مفيش مهاجم تاني في الموضوع يعني. ده ميسي وجريزمان يسلموا على سفيان بوفال. ميسي يا جماعه اللي انتوا طالعين بيه السما في اخر امطاره. ميسي يا جماعه كان لازم الكوره تنصفه. ميسي يا جماعه يعني ميسي حاجه كده طبعا تخضيت فما تخضش. انت تخضيت قوي. مش هتقول ايه لو انت هقلب استوديو يجر. لا انا لسه مستني. انا ما اخترتش. ما هقول لك انا السبب. انا ما اخترتش ميسي ليه؟ خلاص يا جماعه يعني طلع بقى ميسي من طلع ميسي من ميسي كان ناقصه كاس العالم وجه. خلاص يعني كان عارف كان كون جمع كل حاجه. انا فهمت تقصد ايه. فاكر الجدون اللي كنا بندور عليه كلنا؟ هو لقاه. خلاص سيب بقى الناس تاكل عيش. خلاص يعني بالظبط يعني سيب الاولاد يلعبوا. سيب اللعيبه الطبيعيين. سيب الاولاد يلعبوا. سيب اللعيبه اللي في كوكب الارض. سيب اللعيبه كده. ميسي انسان استثنائي يعني. فكرت في المهاجم يا محمود تاني؟ انا هاخد برونو فرنانديز. كياد قوي الواد ده. كياد قوي محمود. اكثر لاعب برتغالي شارك في اهداف من سنه 66 في نصف العالم. كان بيلعب عندنا فين في الدوري الايطالي ده يا اسر؟ كان بيلعب فين في الدوري الايطالي؟ في فرقه صغيره. ايوه في فرقه صغيره. فرقه كبيره. في سامبادوريا. فعلا؟ سامبادوريا من حيث التاريخ والعراقه عنده حاجات كبيره اكبر من الانديه اللي صنعت في انجلاند. احنا هنبتدي بقى نطلع مشاكل. طيب محمود فاضل لك كام كبير كده صح؟ انا محمود ولا اسر؟ سوري اسر معلش. انا ممكن ابقى محمود عادي. خد بقى انا بحاول احفظ تشكيلاتكم بس انا كله دخل في بعضه خلاص. بس كل واحد حافظ تشكيلته بقى. اتفضل. بص انا هاخد مش هتنيها لبروكه بقى يا كريم. هنشوف اللي جايين. العناصر اللي جايه بقى. هاخد بيلينجهام. فاضل لي واحد في نص الملعب. هاخد جاكبو قدام. حلوه جاكبو دي. حلوه كان لازم. عجبتني. بعدين احتمال يجي عند حبايبك فهنشوف القصه. مانشستر؟ اقرب نادي ليونايتد. خلاص يبقى مستوى. ربنا يستر عليه. يبقى مستوى. يعني انا عايزه يجي مانشستر يونايتد بس لو عشان بحبه على مستوى الشخصي انا بكلمه. خايف عليه. هنصحه. يعني ما تعملش في نفسك كده. من زمان. قول لي. ايوه بالظبط. قول لي تشكيلتك بقى يا ياسر كده كام. خلاص كده نقولها. ماشي. ياسين بونو طبعا عملاق المغربي. ناحيه اليمين انت كنت حكيمي. مين خد حكيمي؟ انا خدت حكيمي. والله طب انا خدت مين؟ دومفريس. ازاي انسى؟ ناحيه الشمال قلنا لوكشو او يحيى عطيات الله. في القلب رومان سايس وجنبه فارديول. اوكي. ولا انت بتاخد جنب فارديول؟ اوتاميندي. انت انا خدت اوتاميندي صح. وسط الملعب بقى عندنا بيلينجهام وعندنا
مودريتش. حلو. ولعبنا قدام بمبابي وميسي وحطينا في نص الملعب كمان بيلينغهام وقدامهم جاكبو، وكنت انا مختار جولين الفاريز كمهاجم تاني. هايل. محمود. إيميليانو مارتينيز، حكيمي، جافارديول، روميرو، ثيو هرنانديز، تشواميني وماكاليستر. ماكاليستر صح، انت قلت ماكاليستر. ومين الثالث؟ وعز الدين اوناحي. انت قلت تشواميني كمان. تشواميني تشواميني وماكاليستر واوناحي، وقدام ميسي وجريزمان وبرونو. سلام. تشكيله الغلابه ابو مرتب. احنا مستنيين كده نسخه عشان تشكيله الغلابه. بيكفورد حارس المرمى. قلنا مين؟ قلنا يورانوفيتش رايت باك. هلعب 3 5 2. بيبي، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دول الثلاثة. لا ما قلتش ماركينيوس، قلت ديفيدز. العب سيرد باك ثالث كمان في 3 5 2. ايفان بيرسيتش ناحية الشمال. ثلاثة اللي في نص الملعب، رودريجو دي باول، مارسيلو بروزوفيتش. قلنا مين تاني يا اسر؟ انت اخترت في نص الملعب، انت اخترت كوفاسيتش صح؟ قلنا بروزو كوفا ورودريجو دي باول. رودريجو دي باول صح كده؟ والاثنين مهاجمين، لاوتارو مارتينيز واوليفيه جيرو. السلام. عرضيات حتى كروسات من كل الاطراف وجري بقى من على الاطراف. جيرو 3 5 2 سهل. لو طارو مارتينيز وجيرو يعني طول حد خلاص اشكاله المونديال. لو طارو مارتينيز وجيرو والله تشكيلات حلوه قوي. انت لو كسبتهم اصلا انت خلاص انت احسن من. انت قلت لي اصلا مين اللي خد، مين اللي ما خدش؟ اسكالوني خد مع الارجنتين كاس العالم. مين بقى المدربين؟ احنا قلنا الكلام ده قبل. مارادونا ما خدهاش. احنا مش بس سان باولي. لا ده انت ابدا بقى من كده، ابدا من مارسيلو بيلسا. ايوه مارسيلو بيلسا ما خدش كاس العالم، اللي هو بيخترع كره. ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم بالاجيال العظيمه اللي خدها. خوزيه بيكرمان في 2006 مع فرقه، كان مع فرقه مرعبه طبعا. دييجو ارماندو مارادونا ملك الكوره. ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم كمدرب. سابيلا 2014 ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم، خسر بلاسيو ضيع قدام نوير، وبعدين ماريو جوتسا حط الكوره في 2014. 2018 كان مين؟ كان سان باولي، خورخي سان باولي. ما فازش مع الارجنتين بكاس العالم. وجات لسكالوني اللي هو لعب في لاتسيو ولعب في اتلانتا، وهي دي خلاصه هو درس المنهج هناك. والمقوله اللي بتقول ان اللعب في ايطاليا اشبه بالحصول على الماجستير بعد التخرج. وده سبب كافي جدا ان انت تعرف ان اي واحد ده من شرب من نيلها في ايطاليا اكيد عنده قدره وحبكه كرويه كامله انه يقدم تنوع خططي كبير احنا شفناه طول البطوله. ممكن اروح قبل ما اروح لفاصل بس اسالك سؤال، بما انك اخترت تشكيله الغلابه تمام، بحط فيها كريستيانو. كريستيانو غلابه؟ ده مش الغلابه ده. لا هو ده زعيم الجاحدين. هو ده مهما حصل. هو دلوقتي بقى غلابه. لا لا بطل. انا بزعل قوي على فكره. تشكيله مونديال ما فيهاش كريستيانو رونالدو. انا بزعل جدا من الموضوع ده، لانه انا باللون اللي انا خدته ده ما يجيش معايا، ده اروح مع البهوات. عارف محمود ده بيعمل ايه بالظبط؟ بلاش انا اتكلم. هو بس انا يعني خليني ساكت وشايل جوه قلبي. الكوره لعبه، الكوره لعبه غداره. كريستيانو رونالدو يا زمن. والله العظيم يتقال عليه كده. محمود ما يحطوش في تشكيلته. ومحمود قاعد معايا كمان وعمال يقول لي خليني ساكت على كريستيانو رونالدو. ماشي يا زمن.